يعني ماشي الكوكوط، طنجية، طنجية ديال المهم غادي نبدا دقيا ندير واحد الطنجية ديال الكوكوط. ساعة لا تركة، شاهدوا معايا، ثومة، البصلة، غادي نبدا ندير الحيمات ديولي، ها هما، وغادي تابعوا معايا مزيان، وغادي ندير ها انتوما يا ها هكاك، وغادي ندير ها هما يا ها هي ما شاء الله. ودركايا غادي ندير شو يقولوا لي بعدا، نصير ما هي كتبغي نصير، وكندير هادشي عشوائي، ما صحاب هي كاش كندير هادشي مرتب ولا شي حاجه، حيت ايد شاده بها التليفون وايد تنخدم بها، هذا هو المشكل. من بعد غادي ندير التوابل دياولي اللي هما يا مهمين، اسمحوا لي، هذا شويه ديال السودانيه على حسب الاختيار اللي بغاها، اللي بغاها ياك، وشويه ديال راس الحانوت، وشويه ديال مشكلة، عندي غير يد وحدة، كمون، كمون، والمهم تابعوا معايا حتى الاخر وغادي تشوفوها. ها انتوما يا ها الطنجية ديالتي تبارك الله، شتيها ها هي الطنجية ديال الكوكوت، شتيها كي معلكة تبارك الله، طابت من داك الشر خير. ها انتم غادي نحطها درك وغادي تشوفوها، غادي تسمحوا لي، بسم الله بسم الله، اي غادي نحطها في الطاجين، اي سخونة واك سخونة، اسمحوا لي راه غير ايد وحده اللي عندي باش كنهز، راه تبارك الله الصلاه على النبي، راه جات، اش بغيت نقول لكم، تبارك الله راه دايبه دايبه، عرفت شنو هي دايبه؟ دايبه، تبارك الله الصلاه على النبي، نلعبو الجهود، شتيها، تبارك الله الصلاه على النبي، ها تبارك الله، حيد هذا العظم هو التفسخ بوحدو، حيدو اللوحو، راه اش بغيت نقول لكم، راه تبارك الله كيفاش جات، كيفاش جات العسلة، شتيها، شتيها تبارك الله، مصير فيها جا من داك الشي الرفيع، هانتوما ها شتيها، شتيها تبارك الله. طب على خاطر 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 خاطرها وتقول فيها شي قطره ديال الماء ولا حتى شي حاجه، المهم ها هي شتيها طنجيه، ولكن راه لذيذه لذيذه لذيذه، اش بغيت نقول لكم، ما شاء الله تبارك الله وصلى على النبي، الا درتوها راه ما غاديش تندموا، ديروها وجربوها وتشوفوا كيفاش غتجيكم، راها من داك الشرفيه.